اليوم طريقة تعاطي السلطة مع المواطن أصبحت يعني مختلفة تماما، وتفاعلها وصل إلى مستويات قياسية. في السابق إحنا السادة المسؤولين ما كنا نشوفهم بس بالتلفزيون أو بس بالإعلام. إيه غلط، إذا شفناهم هذا الطبيعي نشوفهم ونحكي وياهم. لا مو إحنا مو طبيعي، صار طبيعي عندنا. يعني المعادلة مقلوبة أو معيار إنجاز. الجودة مضروب. لا هذا قياس، هذا يعني بمعيار الجودة هذا يعد نجاح، أنك حركت ساكن وانتقلت إلى مرحلة أخرى، لأن أنت ما تقدر بضربة عصا أو بضغط الزر أنك تصنع واقع مثالي للعراق. يعني هسه احنا تقدمنا فترة قصيرة. خطوة، لأنه تقدمنا المسؤول خطوة كان يحكي المواطن. لا حافظنا على نجاح، ازدادت يعني اليوم البيانات والإحصائيات الرسمية تقول أن هنالك طفرة نوعية في ملفات عديدة في قطاع التربية والتعليم، بناء مدارس واستحداث الكثير من المؤسسات التعليمية والجامعات. في قطاع الكهرباء هنالك تقدم، في القطاع الصحي. انت شفت هذا الصيف اللي مضى، شفت التقدم في قطاع الكهرباء؟ هنالك تقدم، لكن راح تقولي لي هل التقدم كافي؟ لا. انت شفت التقدم؟ اكو تقدم، نعم. لانه انا عن نفسي كمواطن عراقي لا اكو تقدم. يعني انا احكي لك عن بيانات انه العراق ازداد يعني التجهيز من ساعات، لكن بعدنا نحتاج الى الارتقاء اكثر والوصول الى مستويات قياسيه بالنجاح حتى نصل الى نوعيه عاليه من الرضا.